اعرف دينك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل ترضى بالله ورسوله حكما بيننا؟ قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. تشارك شابان في تجارة أجهزة تستخدم في طب الأسنان، وقع بينهما خصومة أودت بهما إلى حل هذه الشركة. تقاسم المال وما بقي من البضاعة، وبقيت بقية من مال وأجهزة، واختلف لمن الحق فيها، فأراد الاحتكام للشرع. ذهب إلى واحد من الشيوخ يثقان به، وطلب الشيخ أن يكون معه تاجرا محكما آخر مختص بهذا النوع من التجارات. يقول الشيخ: مما أسلج صدري أن كل واحد قال له على انفراد: نريد حكم الشرع في المسألة، ومهما حكم الشرع لي أو علي فأنا نازل على حكمه. فهذا تفسير قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ظن الشيخ أن كل منهم مهما بين له من المحكم أو الآخر أنه ربما أو أنه يريد أن يبين لهما المحكم في المسألة بينهما في هذا الاختلاف في هذه الخصومة. المسألة أن يأخذ أحدهما الأجهزة ويترتب عليه دفع مبلغ مالي قارب 500,000 ليرة سورية. فوجئ بسرعة امتثالهما للحكم. قام الشاب إلى غرفة مجاورة في بيته ليعود معه 500,000 ليؤديها لشريكه القديم. دعا الشيخ والحكم للطرفين وأثنى عليهما وشكر لهم امتثالهما للحكم وانتهت الخصومة. لكن مهما امتثلت لأمر الله فإن الله عز وجل سيكافئك، ومهما أطعته سيثيبك. بعد شهر يتصل هذا الشاب الذي دفع المبلغ يقول للشيخ: إن الله تعالى عوضني عن ذلك المبلغ أضعافه مرات ومرات، فقد كان عندي عقار معروض للبيع في حي راق في المدينة لكنه كان جامدا لا يتحرك. جاءني زبون ودفع لي فوق ما كنت أطلبه ب3 ملايين وبعت له العقار. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار المتقين. وعكس هذه الصورة أيها الأخوة، كان يوجد شاب حدث له لأبيه خصومة في السوق التجاري مع جيران من التجار. استطاع الأب بحيلة أن ينال حقا يظهر أنه ليس له، فراجع الابن عالما من العلماء يثق بدينه وعلمه، وعاد لأبيه ليقول له: أخبرني الشيخ يا أبي أن هذا لا يحل لنا في الشرع. فقال الأب: وما علاقة الشرع بالسوق التجارية؟ وما الذي حملك أن تسأل شيخا عن قضية تجارية؟ كان عليك أن تسأل التجار لا الشيوخ. سبحان الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. أحبكم في الله، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.